منورين جميعا. وعندنا مهمه الحقيقه، انا لسه كنت بتكلم، مفيش اهلي، مفيش زمالك، مفيش اسماعيلي، مفيش اي حاجه، ولكن في حاجه واحده فقط وهي مصر. طبعا. الكل بيساند، الكل بيدعم. مش عايزين نتكلم عن اسماء معينه في قائمه منتخبنا الوطني، ولكن خلينا نتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني. كيف ترى استعدادات منتخبنا الوطني حتى الان قبل المباراه باقل من 48 ساعه؟ بصراحه يمكن الاستعدادات نموذجيه لحد الان. المنتخب قافل كويس جدا على نفسه، المعسكر مغلق، يمكن ما حدش بيدخل الاوتيل، ده حقيقي، ده نهائي. تمام. حتى ولا حد عايز يصور مع صلاح ولا عم ممنوع. حتى الكاميرات مثلا حد راح يصور ممنوع. يمكن الزيارات بس متاحه في التمرين، كان امبارح تقريبا الاستاذ جمال علام اول ما جه من الجزائر على طول، والنهارده مع الوزير دكتور اشرف صبحي راح يعني قعد مع اللعيبه مثلا حوالي 5 دقائق ولا حاجه واتكلم معاهم بس. لكن ممنوع ان اي حد يروح الاوتيل، الراجل شغال بشكل جامد جدا محاضرات نظريه جوه الاوتيل، وبيروح التمرين بيشتغل بيطبق اللي اتكلم معاه نظريا. الموضوع مغلق. وعلى فكره يمكن ناس كتيره بتتكلم ان كارلوس كيروش كان لسه هيشتغل على طريقه اللعب ولا هيذاكر السنغال، لا، الراجل حتى لما راح كان اجازه كان بيشتغل ودرس كويس جدا الفرقه، وجه كل المحاضرات بتاعته مع اللعيبه بتتكلم في هذا الاساس. فانا شايف يمكن كابتن وائل وكيروش عاملين قافلين الدنيا كويس جدا، والاستعداد على افضل ما يكون، ونتمنى تكون مباراه نقدر نعديها بشكل كويس ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. المباراه طبعا مش هتنتهي هنا في الماتش اللي هنا، لا، الماتش اللي هيكون يوم الثلاث مهما كانت النتيجه، مهما كانت النتيجه، وده مطلوب من الجماهير، ان احنا حتى لو لا قدر الله طبعا كانت النتيجه تعادل او مكسب بسيط، لكن لسه في ماتش تاني، وان شاء الله ربنا يوفقنا بشكل مجدي.